25 يوم وحنا معتصمين في باب المؤسسة رافعين شعارات كنطالبوا فيها بحقوقنا المشروعة كاملة غير منقوصة، كنطالبوا برد الاعتبار، كنطالبوا برفع الظلم والحيف عن جميع الناس اللي كيتعرضوا بحال هذه الممارسات. احيانا كنتحبطوا كنبكيو، احيانا كنضحكوا وكنحاولوا نرفعوا معنويات بعضياتنا، وفي اغلب الاحيان الحمد لله معنوياتنا كانت مرتفعه بسبب الدعم والتواصل يعني تعب الفيسبوك كنلقاو بزاف ديال الرسائل ديال التضامن وديال رفع المعنويات بشكل مهم جدا. نهار بغاو يتخلاو علينا ما تفاوضوش معنا، ما جاوش تقالوا لنا عطاونا مهله ديال غتمشي ها حسابك. يعني اليوم تكلموا معنا اليوم بعرض هزيل جدا الذي لا يساوي حتى تعب شهر او شهرين ديال العمل، كيعطيو لك لمده 6 ولا 27 عام، وملي كترفض الغد مباشرة الغد كتلقى راسك محبوس في الباب، يعني مفصول عن العمل، وكيقول لك بحال كيقول لك سير فين ما بغيتي. فبالتالي هذا رد فعل طبيعي اننا نعتصموا ونغوتوا وربما نرفعوا شعارات حاده. احنا مستعدين نصمدوا اكثر لو ما تحققتش مطالبنا المشروعه. كانت مطالب ديالنا حنا كنقابيين، وبالتالي كانت ايضا واحد السقف اللي كانت حددته بالاداره، طبيعي جدا على انه يكون هناك مد وجزر، وبالتالي كان لابد من ما غاديش نقول تنازلات، ولكن على انه طبيعه التفاوض فرضت على انه يكون واحد شويه ديال التساهل في بعض الامور، ولكن بشكل عام يعني كان المطلب الاساسي هو انه يعني المعنيين ياخذوا الحقوق ديالهم كامله، والحمد لله على انه توفقنا اننا فرضنا الايقاع على ديال التفاوض على الاداره.